الحمد لله رب العالمين، والعاقبة الحسنى للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد يا مولانا كما أنت أهله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقدوتنا وشفيعنا محمد رسول الله، أرسله ربه رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وقدوة للعاملين وحجة على الخلق أجمعين، فتركنا على المحجة البيضاء والطريقة الواضحة البراء لا يزيغ عنها إلا هالك، أعاذني الله وإياكم من الهلاك والفجور. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، وصية الله للأولين والآخرين تقوى الله، حيث قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم أمرنا الله عز وجل في كتابه بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا أيها المؤمنون من الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، ولازمنا ونحن في شهر المولد، شهر الأنوار المحمدية، هذا الشهر الذي امتن الله فيه على أمة محمد بل على البشرية جمعاء ببعثة أحمد صلى الله عليه وسلم، ليستخرج به البشرية من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان، ومن ظلم الشرك إلى طهارة التوحيد، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم. محمد الذي خاطب الأنصار كما ذكرت مرارا وكما يحدو لي دائما وأنا أتحدث عن عظيم نعمة الله علينا ببعثة محمد، وهو يخاطب الأنصار بعد أن وجدوا عليه عندما أعطى الذين دخلوا في الإسلام يوم الفتح، أعطاهم النبي الأموال الكثيرة يتحببهم بالإسلام ويؤلف قلوبهم على الإسلام. فبعض الأنصار غابت عنهم الحكمة وخفي عنهم المقصد، فوجدوا على رسول الله فاجتمعوا وكأنهم قد غضبوا من صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي إليهم بعد أن أتم تقسيم الغنائم، بعد أن أتم تقسيم الدنيا وتخاريفها الزائلة، وقف على رؤوسهم ثم قال بأبي هو وأمي: أيها الأنصار، يا معشر الأنصار، أوجدتم علي أن أعطيت غيركم الدنيا أتحبب الإسلام إليهم؟ أما ترضون؟ أو قبل ذلك قال: أما وجدتكم ألم تكونوا ظلالا فهلكم الله بي؟ ألم تكونوا يا معشر الأنصار، ألم تكونوا أيها الناس، ألم تكوني يا أمة العرب، ألم تكوني أيتها البشرية، ألم تكونوا ظلالا تعبدون الأصنام، تعبدون الأوثان، تقدسون الموتى الذين لا ينفعون ولا يضرون، تتخذونهم آلهة مع الله سبحانه وتعالى، تعبدون الأصنام، تشربون الخمر، تسيئون الجوار، تأيدون البنات، يغير بعضكم على بعض ويأكل بعضكم مال بعض. فجاءكم محمد فاستخرجكم الله به من ظلمات الضلالة إلى نور الإيمان. ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله به؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله به؟ ألم تكونوا عادة فأغناكم الله به؟ والأنصار يقولون وقد خفتوا أصواتهم وقد خضعت عيونهم واطمأنت قلوبهم: الله ورسوله أمن علينا، الله ورسوله أمن علينا. فلما أكمل قال لهم: أما ترضون أن يرجع الناس
بالشاء والبعير، وترجعون أنتم يا معشر الأنصار بمحمد رسول الله. فصاح الأنصار وقالوا رضينا بنسبة الله ورسوله. إن البشرية جدير بها الآن أن تهتف جميعا رضينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. أيها المؤمنون، من يفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المقصد، ومن يظهر فرحا بميلاد النبي وبروزه وبعثته على هذا المقصد وعلى هذا المعنى، كيف يلام؟ كيف يلام بهدايا الهداية بعد الضلال؟ أن فرح بالهداية بعد الضلال، وبالإيمان والتوحيد بعد الشرك، وبالعلم بعد الجهل، وبالوحدة بعد الفرقة، وبالأمن بعد الخوف، وبالاستقامة بعد الانحراف. كيف لنا ألا نفرح والله عز وجل قد أوفد إلينا خيرة رسله وأفضل البشر على الإطلاق؟ أنا سيد ولد آدم ولا فقط، قال صلى الله عليه وسلم. وأول من تنشق الأرض عنه، وأول من يأخذ بحلقة باب الجنة، فكيف لهذه الأمة لا تفتخر بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أيها المؤمنون، لكن المحبة الكاملة والاتباع الكامل والاعتزاز ببعثة محمد لا يتحقق إلا لمن أدى حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وأداء حقوقه بالإيمان به، بطاعته، باتباع منهجه، بإحياء سنته، بطاعته صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، باتخاذه أسوة وقدوة، لا سيما والله عز وجل نبه في أكثر الموضع إلى أن القدوة والمثل والأسوة لهذه الأمة في رسول الله لا في غيره. إلى الشباب أقول الذين التفتوا شرقا وغربا يبحثون عن القدوات ويبحثون عن الأسوات ويبحثون عن النماذج والأمثلة في فلان وفلان، حتى ولو كان بينهم وبينه البحار، حتى ولو كان على غير معتقدهم، حتى ولو كان على غير دينهم، حتى ولو كان كافرا ملحدا لا يعرف ربا ولا يتبع رسولا، كيف تترك محمدا وأسوته وقدوته ومنهجه وتتلمس القدوة والمثل والنموذج في غيره ممن لا يذكرون إذا ذكر محمد رسول الله؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم بصيغة الجمع حتى لا يكون فرد من هذه الأمة وظيفتي أو منصبي أو مكاني أو موضعي لا يناسب موضع محمد فلا أجد فيه المثال والأسوة. لقد كان لكم مهما كان موضعك، مهما كان مقامك، مهما كان حالك، منصبك، وظيفتك، مكانتك، ستجد لك في محمد نموذجا صالحا. إن كنت قائدا فمحمد كان قائدا، بل كان أفضل القوات، أفضل القادة. إن كنت حاكما فمحمد صلى الله عليه وسلم حكم أمة شرقت وغربت ويبلغ ملكها كما قال النبي ما بلغ الليل والنهار. إن كنت قاضيا فمحمد قضى بين الناس، وإن كنت زوجا فمحمد تزوج، وإن كنت أبا فكان أبا، وإن كنت إماما فكان إماما، وإن كنت معلما فقد قال إنما بعثت معلما. كل فرد في المجتمع يجب له في محمد صلى الله عليه وسلم القدوة والنموذج والأسوة. لكن أحيانا كثير من الناس تتعامى عيونهم، كثير من الناس لجهلهم، كثير من أبنائنا ممن ضعفت معرفتهم بتراثهم الإسلامي وبدينهم وأحكامه وسيرة نبيهم وسيرة الصالحين والعظماء من أبناء هذه الأمة، ولفضائلهم الروحي ولضعف الوازع الديني والخواء الروحي والإيمان الذي يعاني منه الآن الشباب. كثير منهم للأسف صار يطلب القدوة في غير محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، وإني اليوم في عجالة أريد أن أتحدث عن فئة من الناس وكيف تجد لها في رسول الله القدوة والأسوة، وهي فئة خطيرة في المجتمع تتبوأ منصب شغله النبي صلى الله عليه وسلم كأول مفتي في هذه الأمة، منصب الإفتاء. كثير من الناس يتعرضون الآن للإفتاء ولهم في رسول الله وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم النموذج كيف يكون المفتي،
كيف يكون المفتي مع المستفتي؟ ما هي أخلاقه؟ ما هي آدابه الذي يبحث عن سيرة رسول الله؟ يرى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أول مفتي في هذه الأمة كيف كان يجيب عن انشغالات الأمة ويجيب عن تساؤلاتها وعن المسائل الشرعية التي تطرح بين يديه. كان نبينا أيها المؤمنون متواضعا، كان إذا جاءه السائل يستمع إليه ولا ينهره ويصبر عليه. لو تفتحون كتب السيرة كيف كان النبي يصبر على عوام الناس، كيف كان النبي تأتيه الجارية الطفلة الصغيرة فتأخذه من طرف ثوبه وتقول له إن بني فلان في أنحاء المدينة يريدونك يا رسول الله، فيتبعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الرسول الحاكم الإمام العالم المتواضع صلوات ربي وسلامه عليه. وربما أقيمت الصلاة ووقف الناس ينتظرون تكبيرات الإحرام فيأتي أحد الناس ويأخذ النبي يناجيه، يقول له كلاما سرا بينه وبين النبي حتى يطول قيام الناس ولعل بعضهم يأخذه النعاس، والنبي يستمع له صلوات ربي وسلامه عليه. يأتيه النعمان أو البشير الأنصاري يقول له يا رسول الله إني أعطيت ابني من عمرة عطية هدية، وإن زوجتي عمرة قالت لا أقبل حتى تشهد رسول الله. والنبي يستمع إلى هذا الرجل وهو يسأل ويطرح عليه حيثيات المسألة، والنبي يسمع ثم يقول له يا رسول الله لقد قالت لي لا أرضى حتى تشهد رسول الله. فيسأله النبي لأن من أدبه أنه كان يحيط بالسؤال وملابساته ويستفسر عن ثنايا الموضوع، فقال له هل أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ فقال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندها ارجع فإني لا أشهد على جور، لا أشهد على ظلم. فالنبي كان يستمع للمستفسر وكان يتواضع له وكان يبش بوجهه ولا يعامله معاملة سيئة، وكان يسأله ويستفسر حتى يقع جوابه على فهم حتى لا يجيبه على غير فهم. وربما سأل السائل بما يجعله يفهم السؤال جيدا. أيها المؤمنون هذا أدب عظيم من آداب النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أحيانا كان يذكر المستفتي بمقصد الشر فقال للرجل عندما سأله أتحب أن يكون سائل ولدك لك في البر سواء؟ قال نعم يا رسول الله، بمعنى أنك إن عددت بين أولادك كان جميع أولادك باغين لك لعدم شعورهم بتمييزك ومحاباتك وميلك لبعضهم على حساب البعض. أما إن أعطيت أحدهم وتركت البقية كنت أنت السبب في عقوقهم بعد ذلك. يا له من أسلوب! يجيب السائل، يستفسر، يعرف كل شيء عن المسألة، ثم يستخدم مقاصد الشريعة في دفع السائل إلى التزام الإجابة. إنه هدي محمد أيها المؤمنون الذي جاء لهذه الأمة بالرحمة المهداة، جاء ليخرجها من الظلمات إلى النور. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة على نبي الرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يكون رحمة أيها المؤمنون، والقرآن يصفه بأنه رحمة للعالمين، بأنه الرحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف لا يكون ذلك وقد وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنهما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما خير محمد صلى الله عليه وسلم وهذا من رحمته بأمته، وكيف لا نحبه وهو الذي فاضت رحمته بهذه الأمة حتى
حتى في آخر لحظاته صلوات ربي وسلامه عليه كان يوصي بالنساء خيرا، وكان يوصي بالمماليك خيرا، وكان يوصي بالصلاة. بل ثبت في قصة وفاته أنه دعا الله بأن يشدد عليه سكرات الموت ويخففها على أمته. إنه نبي رحمة، وظهرت هذه الرحمة في جميع تجليات حياته صلى الله عليه وسلم، ومنها موضوع الفتوى. فكان إذا سأله السائل كان يختار له أيسر الحلول ويرحم به، يكون رحيما به. ولذلك ما خير بين أمرين لأمته إلا اختار أيسرهما، واختار أرحمهما، واختار ألطفهما رحمة الله عليه وصلوات ربي وسلامه عليه، وجزاه الله عنا خيرا. لذلك كان جاء الشباب، مجموعة من الشباب ممن أرادوا أن يشددوا على أنفسهم، ممن أرادوا أن يتخذوا دينا غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دين محمد هو التيسير. أما هؤلاء الشباب الذين ذكرنا قصتهم في مرات كثيرة، أرادوا أن يشددوا على أنفسهم ويصطنعوا لأنفسهم دينا من هوى أنفسهم لا من دين محمد القائم على التيسير، جاءوا يسألون زوجات رسول الله عن عبادة النبي. فقالت لهم أمهات المؤمنون: صلاته كذا، وصيامه كذا، وقيامه كذا. فكأنهم تقالوا عمل رسول الله، رأوه قليلا. قالوا: والنبي معدود، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو لا يحتاج إلى العمل مثلنا. ودخلت عليهم الشبهة من هذا الباب، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال الآخر: أنا أصلي الليل ولا أنام أبدا. وقال الثالث: لا أتزوج النساء أبدا. فسمع النبي بهذا بهؤلاء، وأدرك خطورة أن ينحو بعض الشباب إلى التشدد، وأن ينحو بعض الشباب إلى مخالفة هدي رسول الله القائم على الصلاح والوسطية والرحمة، القائم على التيسير. هذا ديننا، ديننا قائم على التيسير والوسطية، وليس قائم على التشدد ومعاملة الناس بالقساوة وبالعبوس في وجوه الناس وعدم التلسل في وجوههم والتكبر عليهم بدعوى أنك متدين. لا، هذا دينك أنت وليس دين محمد صلى الله عليه وسلم. أما دينه فهو دين السماحة، دين الإلف المألوف، دين الرحمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا هؤلاء الشباب ومن يأتي بعدهم ويسلك نهجه الخاطئ، قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. إذا أردتم الخشية لله والتقوى فأنا أتقاكم وأخشاكم لله، ولكنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني صلوات ربي وسلامه عليه. يأتي إليه أحد الصحابة يقول: يا رسول الله، إنني أعمل في النهار وأعمل الأعمال الشاقة المتعبة، وإنني نازل في العشاء فأصلي خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه، من الصحابة الذين كان يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: وأصلي خلفه. فكان يطيل: وإنني يوما لم أستطع القيام معك إلى نهاية الصلاة، فتركت الصلاة. فلامني القوم ووصفوني بأنني منافق، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. يأتي يشكو إلى رسول الله، يشكو إليه من تشدد بعض الناس ممن ألزموا أنفسهم بأشياء وهي ليست نازلة، وهي تشد على الناس بالصلاة. فجاء إليه وقال: يا رسول الله، صليت خلف معاذ، ومعاذ يطيل الصلاة، يصلي بها في العشاء البقرة وآل عمران وكذا من الطوال، وإنني رجل أعمل وأتعب في النهار، فلا أستطيع أن أقوم خلفه، فتركت الصلاة يوما. فقال الناس: منافق. وجاء يشكو إلى رسول الله، فيغضب النبي من معاذ بن جبل غضبة شديدة، حتى ناداه وأقام بين يديه وقال له مستنكرا وموبخا ومعاتبا: أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ. ديننا دين سماحة، دين يؤلف الناس على طاعة الله، دين يحبب إلى الناس الاستقامة على منهج الله، لأن هذا المنهج هو منهج الفطرة. النفس تريده والقلب يريده ويسعى فيه ويتلذذ به، فكيف يكون بعض الناس سببا لفتنة الناس عن منهج الله؟ أبي بن كعب كان من القراء وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما نقل له نقل له الصحابة قال: والله يا رسول الله، إني أترك أو أتخلف عن صلاة الغداة لصبح
لأن فلانا ولم تذكره الرواية وفهم في هذه الرواية وعرف في رواية أخرى بأنه أبي قال إنه يطيل الصلاة الغداة حتى أني لا أستطيع أن أصلي معه وأترك الصلاة. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي وقال له إن منكم لمنفرين إذا صليت بالناس فخفف فإن وراءك الرجل الكبير وسؤال الحاجة والمرأة وغير ذلك من العجزة الذين لا يستطيعون أن يقوموا قياما. هذا ديننا. كان النبي إذا سئل كان يجيب الإجابة اليسيرة السهلة الهينة، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثما. وكان النبي رضي الله عنه وصلاة ربه وسلامه عليه كان يراعي أحوال السائلين، فكان يجيب السائل بما يناسبه. يأتيه أحدهم فيقول يا رسول الله أوصني فيقول لا تغضب، ويأتيه الآخر فيقول خيرا أو اصمت، ويأتيه الآخر فينصحه بما يراه مناسبا له. وربما قال كما في قصة عبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله بن عمر لو أنه يقوم الليل. يقول عبد الله بن عمر فوالله ما تركت قيام الليل مذ سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، وآخر ما أختم به من هدي رسول الله في إجابة المستفتين أنه ربما جاء بالسائل فأدرك من سؤاله أنه يجهل أهم من السؤال فكان يجيبه على سؤاله ويجيبه عن السؤال الذي لم يسأله. كان في حديث البحر الذي تناولناه في درس الجمعة جاءه الرجل قال يا رسول الله كما في حديث أبي هريرة عند مالك في الموطأ قال يا رسول الله إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. فلما علم أنه لا يعلم حكم ميتة البحر أضافه فقال له الحل ميتته حتى يستفيد حكما يحتاجه من يركب في البحر. أيها المؤمنون، تأتي إليه المرأة في الحج ترفع إليه ابنها الصغير تقول يا رسول الله أبي هذا حج؟ فيقول نعم، ويضيف إليها معلومة أخرى ولك الأجر. أي لك الأجر بما فعله أبناؤك قبل الحنث أو قبل البلوغ. أيها المؤمنون، ولربما استعمل رسول الله المثال والقياس للإقناع العقلي كما إذا جاءته المرأة فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وإنه لا يثبت على الراحلة أفأحش عن أبي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أبيه دين أكنت قاضية؟ قالت فلا يا رسول الله. قال فاقضوا فدين الله أحق بالوفاء. فقاس لها قضاء دين الله على قضاء دين العباد. أيها المؤمنون، هذا قطرة من بحر أدب رسول الله، هذا غيث من طيب، وهذه نقطة من بحر واسع من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن هديه لا تحيط به الخطر ولا يطاله الكلام ولا تستطيع أن تعبر عنه الألسن، لأن الذي أدبه هو رب العالمين. قال أدبني ربي فأحسن تأديبي كيف وقد قال الله عن خلقه وهديه وإنك لعلى خلق عظيم. أيها المؤمنون، أيها الشباب، أيها الشابات، له في هدي رسول الله القدوة والأسوة. فلنبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن النموذج الذي نسعد به في الدنيا ونسعد به في الآخرة. فأسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. أسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره بين الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا بفضله من الراشدين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم، فإنك مولانا نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا